معكم يحيى من VR Division. بتمنى نكون مناح وبألف خير. أهلا وسهلا فيكم بأول فيديو من سلسلة تعليمية عم نعمله عن كل شيء بنقدر نعمله بالتصميم الثلاثي الأبعاد ومحرك الألعاب Unreal Engine. بهي السلسلة التعليمية رح نتعلم كل شيء بناية عن Unreal Engine واستخداماته بالهندسة المعمارية والتطوير العقاري الفيلم والفيرشوال برودكشن وطبعا تصميم الألعاب شوي شوي بالعقل. بدرس اليوم رح ننزل Unreal Engine، نتعلم طرق العمل وتنظيم الأفكار، وبالأخير رح نتعلم كيف نعمل إظهار لتصميمنا المعمارية بالمحرك ونتفاعل معه واللهجة السورية. اسمي يحيى جاسم من حلب، عنا شركة ظريفة اسمها VR Division. نحن بالشركة هون بتخصص بمحرك Unreal Engine والواقع الافتراضي. فيكن تتابعونا على قناتنا الأساسية إذا بتحكوا إنجليزي. هاي القناة بس لأنه ماما بدها ياني أحكي عربي، فتكرم عيونك خدوجة. بس أجي أزوركم بدي لحمة بكرز. ها درس اليوم، وأول شيء رح نعمله رح نتعلم من الصفر كيف عملنا هاي السين جوا Unreal Engine 3ds Max. وإذا بتستعملوا بلندر أو أي برنامج تاني ما تاكلوا هم، لأنه رح أعطيكم ملفات الدرس إن كان ملفات AutoCAD أو إن كان ملفات 3D. بهي الورشة رح نتعلم تقريبا كل شيء بدنا إياه عن كيف عملت هاي السين، من وين لقيت inspiration من كلاس 1 هون تقريبا للنهاية. وأي أسئلة رح تكون عندكم فيكم شاركونا على الديسكورد، رح نعمل سيرفر خاص بالمتكلمين باللغة العربية حبيباتي أنتو. في عنا سيرفر تاني تبع قناتنا الأساسية VR Division، وباي ذا واي إذا ما كن عاملين سبسكرايب go subscribe now. أوكي، لما نبلش بمشروع جديد فكرة كتير حلوة وكتير مهمة إنه لازم نعمل شيء اسمه مود بورد. بستعمل موقع اسمه Pinterest لعمل المود بوردز تبعتي. إذا رحتوا على pinterest.com/يحيى جاسم رح تلاقوا كل هدول الشغلات. هن عبارة عن مود بوردز لمشاريع مشكل ملون. هدول برايفت لألي، فممكن تلاقوا أقل من هيك. بيزيكلي كل هدول الشغلات هي صور بحبها كتير في المجال المعماري أغلبها، وعلى مشاريع اشتغلتها بالماضي. اوكي، فلما تروحوا على pinterest/يحيى جاسم رح تلاقوا كلاس 1، ورح احط لكم اللينك لهذا الكلاس بالديسكربشن. بيزيكلي قضيت شي ساعة وأنا عم أتمشى أو عم بشرب قهوتي أو شي عم دور على صور حلوة وتلهمني. وأنا كنت عم بتمشى ببنترست لقيت صور حلوة كتير حفظتها بشي اسمه كلاس 1. وبكلاس 1 لقيت هاي الفلات اللي اسمها فلات 50، اللي هي أغلب الانسبيريشن تبع الأبارتمنت اللي عملناها مأخوذ مثل ما هو من هاي الصورة. الغرض من هدول الصور انه يعطوكم نوع من الالهام انكم انتو تبلشوا من محل. فلما بلشت التصميم حرفيا ما في قدامي شيء غير هدول الصور. تاني خطوة عملتها بالنسبة للديزاين اللي اعتمدت عليه اللي اسمه فلات 50، دورت على صور اكتر من هذا الديزاين. اوكي، فبينترست بيسمح لك انك تروح على السورس تبع هذا الشيء. فهون لقيت موقع اللي هو هذا الموقع عم يقول لك مين الديزاينر، وين الانستغرام تبعهم، وين كذا، وفرجاني صور اكثر عن هذا المشروع. فبعد ما شفت هذا اللينك من بينترست رحت على هول ديزاين موقع الاساسي. شات اوت تو ذيز جايز، روح على behance.net دوروا على هذا الشخص، رح احط لكم اللينك تبعه بالديسكربشن واعطوه لايك تمام، لانه بيستاهل، هو الديزاين تبعهم كتير ظريف. فاستعملت هذا الديزاين كنقطه بداية اني ارسم البلانات. فاول شغلة عملتها قبل ما ادور الـ 3D، يعني واحد من اكبر الاغلاط اللي بنعملها لما نبلش اي مشروع انه ما نقضي وقت ببداية المشروع عم نحاول ندرس ونفهم المشروع تبعنا. لنفترض بهذا السيناريو انه عنا زبون عنده صور بده اكزاكتلي او شيء قريب كتير من هدول الصور لنبلش منهم. فاول شيء بنعمله نتمشى بهدول الصور، بننزل لفوق بنطلع لتحت، نرسم المخططات المعمارية تبع هاي الغرفة. هذا الشيء لسهل عملية انه اطلع وانزل بهدول الصور. في برنامج ظريف كتير اسمه Pure Ref، بستعمله لجمع فيه الريفرنس اللي بلاقيه بالعادة على Pinterest، بس بعد ما احفظه بهاي كواليتي مشان يكون على جهاز كمبيوتر تبعي وذر اذا كنت متصل بالانترنت او لا. PureRef بعد ما تعملوا له داونلود ان كان على الويندوز ماشين او على الماك، هذا هو البرنامج. البرنامج بيزيكلي بيفتح بيكون فاضي مثل هيك تمام. There is nothing here. Drop some images to get started. Control H لتشوف شوية شورت كاتس على السريع. واذا عملنا رايت كليك فيكم تشوفوا كل شيء بتقدروا تعملوا بالبرنامج مع الشورت كاتس جنبهم. بتمنى انه تسردوا شوي بالبرنامج وتشوفوا شو بتقدروا تعملوا فيه. لا اشرح لكم على السريع شو الوضع. لقيت هاي الصورة الحلوة هون، هاي بيور ريف جنبي هون، بمسك الصورة بزتها ببيور ريف. وهذا الشيء فينا نعمله تقريبا على كل شيء صور بنشوفها. فتتذكروا الايام اللي كنا نعمل فيه على الصورة رايت كليك اوبن ايمج نيو تاب، بعدين تعالوا ندور على هاي كواليتي ايمج وكذا.
انسى انا هي من اساس باد كواليتي ايمج، بس نقول هي الصوره رايت كليك، بعدين احفظ هي الصوره بشي فولدر، بعدين انسى وين الفولدر وهالقصص. فينا نقول باي باي لهي الايام، لانه اذا لقينا مثلا هي الصفحه اللي فيها كل هالكواليتي هاي كواليتي ايمجز، ببساطه بس عم نمسك ونسحب نمسك ونسحب. بعدين النكست لوجيكال ستيب انه نمسك الصور هدول ونصفهم وحده وحده. اوكي لا نمسك كل الصور كنترول بي، البرنامج لحاله بيعمل رينج لكل شيء عندنا هون، كنترول اف لنعمل ماكسمايز للفيو بورت تبعنا، اذا دبل كليك على صوره كبر لك اياها مرتين، بعدين بالاسهم بيروح بين الصور، برنامج ظريف كتير. اذا بتحبوا رح اعطيكم كل شيء هاكس وقصص وشغلات بعرف عن هذا البرنامج بالمستقبل، بهيك كون درس لحاله مشان ما مللكم استرجوا من اللي اصلا. بالعادة بحب لما بلش تصميم من صور، خصوصا اذا عم بعمل تصميم نسخة طبق الواقع او نسخة طبق الاصل عن اي شيء هون، بحب انه امسك مكان من الصورة حطه مثل انكر مثل مرساة ومنه بلش بالتصميم روح بكل الاتجاهات. رح حاول اشرح اكتر. مثلا عنا بهي الصورة بعد ما نشوف كل الصور بنفهم انه هون في عنا هذا الحيط، هون في جزيء صوفاي، وهون في طاولات، وهون في شكله شباك، وهون ورانا المطبخ. فإذا دورنا على صور تانية واللي بنصح إنه نعمله نمسك هاي الصورة مثلا ونحط أقرب صورة لها مثلا اللي هي هاي. أوكي فهاي الصورة هي عبارة عن هاي الصورة هون، بس في عنا الكاميرا صايرة هون، وعم نشوف هون الطاولة نوعها شو أكتر، وعم نشوف شو نوع الشباك هذا أكتر، وعم نشوف شوي تفاصيل ما كنا شايفينها بهاي الصورة. فهلأ لنقول اوكي انا عم شوف المنظور او عم شوف التصميم هذا من هذا المنظور، وهلأ صار عندي فهم منيح لهذا الجدار وهذا المطبخ والطاولة، هلأ حابب شوف اكتر شو عنا شو ما عم نقدر نشوف ورا، شو عنا هون، شو هي نوع الصوفاي. فمحاول ندور على هدول الصور. اوكي فمنعرف اوكي لقينا دليل على السريع عن نوع الصوفاي ونوع الطاولات من لنتخيل الكاميرا موجودة هون وعم طلع بهذا الاتجاه. اوكي خيله حط الصوره جنبها، خيله يعني جميل جدا، وعندنا هي الصوره وهي الصوره اللي هن عن الصوفاي هاي، والشباك اللي كنا عم نتساءل عنه اللي هو هون ما مبين. فهلا اورايت كثير منيح هذا الحكي، صار عندنا فهم كثير لشو عم يصير هون، شو هذا الحيط كلياته وهكذا. ففيكم تتخيلوا هذا الشيء على ورقه قدامكم، فحاولوا تخبطوا هون شباك، وهون اذا دورنا شفنا هي الصوره بدون ما نشوف الصورة الثانية منعرف انه في هون بهي المنطقة جدار عليه تلفزيون، فصار فينا نوعا ما نتخيل انتير. فمنتخيل قديش ما بدنا على الورق، ما تدقروا الكمبيوتر لسه، نرسم سكتش صغير بايخ بقدراتنا اللي عنا اياها. انا رسمي كتير سيء، I do my best، بس لحتى انه افهم المشروع. اوكي لانه اذا مشروع مشتغل عليه 10 ساعات او يوم او يومين، ما في مشكلة تقضوا عليه ساعة بس عم تدرسوه وتفهموه اكتر لحتى تختصروا على حالكم كتير وقت. بعدين بعد ما حاولت افهم المشروع قد ما فيه، عملت هذا المخطط البسيط جدا ب3ds max. فيكم تستعملوا اي برنامج بدكم اياه حرفيا. واحدة من اكبر الاخطاء اللي بيرتكبوها الناس انه هذا الشيء بس بيطبق على 3ds max، لا بيطبق على كل برامج، لانه 3ds max هو عبارة عن tool بتساعدنا نعمل تصاميم ثلاثية ابعاد. بدك تعلم بلندر go for it، سينما 4D، مايا، اي برنامج بيصير حرفيا. بس إذا بدك تاخد الارتش فيز كمصلحة و get established in it وتلاقي بلوكات على السريع وتوفر حالك كتير وقت وكذا، 3ds max is the best, one of the best solutions out there. ما رح ندخل بهالمواضيع. صفلنا بالصور تبعتنا، again رح عيد شو عملنا، لقينا الانسبيريشن، حفظناها بنترست، عملتوا على بنترست مود بورد لألكون على فكرة. سوري لما تلاقوا صور حلوة على بنترست، احكي عن بنترست على السريع، فيكن هون بعد ما تعملوا اكونت وتعملوا لي فولو، تعملوا هون تختاروا البورد اللي بدكم اياه او تعملوا كرييت بورد. فبحالتنا هون في عنا كان شيء بورد اسمه كلاس 1، ولقيت الصوره اللي حبيتها اللي حسيتها بتلبق لكلاس 1، ممكن اخذ منها بزرعه، ممكن صوفاي اللي هو نمسك هيك نختار السيف كلاس 1 سيفد ذاتس ات. وهون لما بتروح هلا كلاس 1 تلاقي كل الصور حفظناها. اوكي جايز اوكي ليتس جو باك. هلا بعد ما رسمنا المخططات الحياه حلوه كل شيء حلو، بنحاول نفهم وين القطع الفرش تبعيتنا. فهون فهمنا انه في عنا صوفاي، هون في عنا الطاولة، هون في عنا تلفزيون، هون في عنا تخت، هون في عنا كذا ورواق. هلا what I would do at this stage قبل ما بلش ب3ds max او اي برنامج تاني، بفتح
اتليست يا ورقة وقلم او نوت باد وبكتب شو علي تاسكات بشكل عام، تمام؟ فبعرف انه علي مثلا بال 3D modeling عندي حيطان، عندي بواب، عندي نوافذ، حيطان يعني جدران، عندي فرنيتشر بدي جيبها بعدين، حطيت سيبريترز بيناتهم، عندي ماتيريالز، عندي عم حاول بهاي المرحلة كمان بهاي الستيج. سوري يمكن مليتو أو شيء، بس هذا الحكي اللي عم نحكي عنه الانترودكشن هو تخيلوا مشروعكم مثل كوكي، فيكن تطفوا على الكوكي فورا تاكلوها وتعملوا مشروعكم، وفيكن تطفوا هاي الستيب، بس هاي الستيب هي رح تعلموا فيها كيف تعملوا كوكي. أوكي ما أنه مثال كتير منيح، بس بحب الكوكيز، فهي الخطوة اللي عم تعلم أعمل فيها الكوكيز، فهي البروجكت تبعيتكم وهي المقادير تبعته، وبالاخير الفاينل ريزولت اللي هي هاي الكوكي او البروجكت تبعكم، هي طريقه التحضير تبعيته، تمام؟ فلما نشوف هاي الصوره alright في عنا فرنيتشر، في بيج، في ميد، ميديوم، وفي سمول. ما فينك تبلش بتصميم انك انت تبلش بهدول الشغلات تحطهم قبل ما تعمل المطبخ مثلا او غرفه النوم، لازم دائما نبدا كمان بيج، ميديوم، سمول. فهذا الغرض ايضا من هاي الليست، انه نكتب تقريبا كل شيء بنقدر نتذكره علينا بهذا المشروع من نوع التاسكات، بعدين ناخد اذا عملنا هلا تاسك واحد من هاي الليست مشان نشوف الابارتمنت فيه منيح، شو هو؟ نعمل البواب ولا نجيب الفرنيتشر ولا نعمل الحيطان؟ تعلموا على الكلمه حيطان يعني جدران، هي اخر مره رح ترجمه. نعمل الحيطان، اوكي بمشارينا it would be really nice إن كان ماكس أو أي برنامج تاني إنه تعملوا collections، تعملوا layers. فبحالتي هون بـ3ds Max إذا ما بتعرفوا right click، على فكرة هاي المنيو كلها زمان عندكم، تجوا somewhere هون وبدوروا على layers وهون بيطلع عندكم layers، بتكبسوا هذا الزر أو بتكبسوا هذا الزر. أنا متعود هذا الزر لأنه هون في عندي options أكتر، فيني اختار الليرات تبعتي وكذا وقصص، نحكي عن ماكس بشكل عام بعدين. بس right click هون create layer وسميه architecture مثلا، هذا السيستم اللي مستعمله بشكل ببساطة بساعدني انه افهم المشروع. اول شيء احياء لازم تاكل هم العمارة، بعدين تاكل هم الفرش. اوكي عمارة architecture، رح اخفي كل شيء هلأ وعملنا الحيطان. تاني خطوة رح نعملها هلأ بعد ما نعمل هدول الحيطان، انا اوريدي المشروع عندي جاهز عملته لانه عملته بالانجليزي من كذا شهر، فما رح نرجع نعيد كل شيء مشان ما مللكم وملل حالي، مشان دايما ننتقل لمشاريع جديدة. رح نحكي عن السريع شو عم بيصير هون. رح اخفي الحيطان هلأ، والستيب 1 بعد ما عملنا الكاد فايلز وكل شيء، اذا ما بتعرفوا تعملوا كاد فايلز اكتبوا لي بالكومنتس. بعد ما عملنا امبورت للكاد فايلز تبعتنا او إن كان مثلي أنا رسمتهم فورا من 3ds Max باستعمال line tool، جس عملت هيك 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 كذا. إذا نكبس جي 000 هون المركز العالم اللي عم نشتغله هون بال3D، حاولوا دائما مشاريعكم تكون هون قريبة من هذا الشيء، ما تكون هون أو أبعد، لأنه هذا الشيء رح يوفر عليكم كتير مشاكل بالمستقبل بإن كان بماكس أو بأنريل. فدائما حاول تشتغل بمركز العالم تبعك. لا أحيانا أوتوكاد إذا أنت بتعمل إمبورت لأوتوكاد لحاله بحط البلان تبعك هنيك، نشتغل هون وكل شيء وكذا، بعدين لما بنعمل إمبورت لشغلة افترض من لايبري تبعك رح تطلع هون وهون، تمام؟ فأنت رح تجي هيك هلا المشروع تبعك صار كتير كبير، بدك تمسك الأوبجكت تبعك وترجع تسحبها لهنيك، لا خلص وفر حالك وجع راس واشتغل بمركز العالم، تمام. أول شيء لازم نعمله اتفقنا هو الحيطان، خلونا نعمل الحيطان بالبوكس. إذا كبسنا S بـ3ds Max بنفعل السنابس منيو، السنابس هون، وإذا كبست بزر اليمين على السنابس تاجل فينك تشوف أنواع السنابس اللي بتستعملهم. بالعادة بنستعمل Vertex وميد بوينت. الديفولت بيهيفير تبع 3ds Max هو عبارة عن grid points، هدول الجريد، فأنا بحب الvertex لأنه فيني اختار من vertex لvertex على السريع وخلص روق. تاني شغلة على فكرة، في شغلة كتير مهمة نسيت لكم عليها، لما نبلش أي مشروع لازم نروح على customize unit setup display unit scale، فيكم تخليها generic، بس أنا بستعمل metric centimeters مشان هون أقدر أشوف كم سمتي وأنا عم بعمل object، هلا بفرجيكم كيف. والسيستم يونت سيت اب، هذا الحكي كتير مهم، every one unit one يساوي 1 centimeters، بالغالبا بيكون على الانش أو على أي شيء تاني، فخليها centimeters لأنه كمان بأنريل انجن كل يونت هي عبارة عن 1 سم، تمام؟ فتأكد إنه كل مشاريعك دائما every one unit يساوي 1 centimeter. وهون حط شو ما بدك، display لأنه بس display هون ما بيهم. box
إذا سحبنا بوكس على السريع هلأ ليكو عنا هون 6 متر 7 متر 8 متر تمام 800 سنتيمتر. في على السريع 3 اس ماكس بعد ما شغلنا السنابس حطينا الفيرتكس أو ميت بوينت كبسنا على البوكس رحنا على الكريت منيو هون على الجيومتري فيكم تعملوا الحيطان بكذا طريقة واحدة من بيناتهم اكسترود نحكي عنها بعد شوي. الأسهل شيء هي عبارة عن نعمل بوكس من هالفيرتكس بعد ما نكبس اس مرة تانية نكبس الماوس نسحب لهالفيرتكس تمام بعدين نرفع نرفع شوي نجي على الهايت قداش ارتفاع غرفتنا 3 متر نكتب 3 متر 280 280 وهون عنا سماكة الحيط 25 سمتي الحيط طول الحيط من هاي النقطة لهاي النقطة هو 8-25 لساتنا كابسين على البوكس والسنابس لساتها شغالة هلأ نكبس من هون لهون تمام نفلت الماوس بعدين بنحرك الماوس لهون بيعمل سناب على هاي الفيرتكس اوكي عملنا هالحيط وهذا الحيط هلأ نمسك من هاي النقطة لهاي النقطة نعمل سناب لهون وملاحظين سناب شلون الميت بوينت ليكا عم تصير بين الأصفر والأخضر ملاحظ السنابس شلون لحاله عم ياخد الفيرتكس ولحاله عم ياخد الميت بوينت والميت بوينت هي النقطة الوسطانية بين هاي الفيرتكس وهاي الفيرتكس وين النص ليكو تمام ما في داعي نحزر بعيوننا وكذا فأجين أخذنا من هون لهون بعدين بس طلع النقطة الصفرة هاي كبسة ماوس منكرر العملية على كل هذا الحكي وهي أول طريقة نعمل فيها الحيطان تاني طريقة وبيختلف هذا الشيء مشروع لمشروع أنا بنصح أنكم تجربوا الطريقتين تاني طريقة إذا عندكم الحيطان منظفة فينا نقول بأوتوكاد مزبطينه أو بهون بماكس نفسه يعني عاملين ويلد لكل شيء ما في أشكال غريبة مثلا هذا الحيط مثلا ما نو هيك رح أعمله بريك رايت كليك أكشلي خليني أمسح كل شيء بس مشان نكون مثال أسهل أحيانا لما تعمل إمبورت من أوتوكاد الحيطان تبعتك ما رح يكونوا كتير مرتبين ممكن يكونوا هدول بنفس نفس اللون او نفس الشيء وعندك فكر هاي مش وحده فلما نجي هيك نعمل اكسترود نكبس لتعملوا اكسترود تروحوا على الموديفاي منيو تروحوا على الموديفاير ليست تكبس اي اكس اي اول حرف فيكم تكبسوها كذا مره بس لما تكبس اي اكس لحاله بيطلع لك الاكسترود فورا نكبس اكسترود عم يقول لك الاماونت بنقول له 300 سنتيمتر عمل اكسترود بس الحيط شكله غلط نحن نقدر نمسك الموديفاير تبعنا هاد الاكسترود ونمسكه ونسحبه ونحطه فوق السبلاين هذا باي ذا واي ستيل ما انه مسكر من فوق ومن تحت وهذا الشيء اذا في فوقه بانريل انجن رح اعطيكم ممكن تفهم الحكي بعدين يفضل انه يكون من فوق ومن تحت مسكر على فكره عشان لايت مابس بانريل انجن بعرف لسه ما بتعرفوا يعني لايت مابس بس نحكي عنهم بعدين اذا في هيك مش حرفيا مسكر كل هذا الحكي ما في مشكله تمام بس ما let's not take chances خلونا ما نخاطر ونعمل كل شيء مسكر فرح امسح الموديفاير اللي حطيته هو اللي هو اكسترود او بس طفيه على السريع وامسحه من هون نظف السبلاين هذا شلون بتنظف السبلاين هذا you may ask well بنكبس على السبلاين بنروح على الفيرتكس او على السيجمنت او على السبلاين او على السبلاين من برا من هون بالموديفاي منيو هاي المنيو في عندنا كتير اوبشنز الجيومتري تبعتنا نتحكم فيها فاول شيء لازم نعمله attach نعمل هدول اثنين شقفة واحدة تاني شغلة لازم نعمله انه النقطة هاي والنقطة هاي الفيرتكس والفيرتكس هنن لازم يكونوا تنتين صح؟ بس هنن هلا مو تنتين هنن اربعة ليش اربعة؟ لانه كان هذا سبلاين لحاله فيه فيرتكس هون لحاله فيرتكس هون لحال وهذا سبلاين تاني لحاله فيه فيرتكس هون لحاله فيرتكس هون لحال واللون الاصفر هو الفيرتكس رقم واحد بهذا السبلاين يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وهذا الحكي مهم الواحد بالفيرتكس رقم واحد بهذا السبلاين هي هاي مو هاي ليش هاي مو هاي لانه هاي لونه اصفر فهلا بناخذ هذا السبلاين نحطه هون بعدين نمسك الفيرتكس الاثنين هدول وندور هون بالجيومتري ننزل هيك نسرد ندور عليها كل مره بالعاده بضلني 3 دقائق عم دور على الويلد نكبس ويلد وهون اذا انتبهتوا كان في تو فيرتيسز سيلكتد اللي تلاقوها تحت السلكشن هون خليها نكون هون اذا كبسنا ويلد رح يصير سبلاين واحد vertex 8 selected تمام صار هون عندك 1 vertex مو تنتين نفس الشيء هون عندك 2 vertices selected تعطيهم weld هلا اذا بنعطي extrude لهذا الشيب لهذا الحيط لهذا الجدار صار مسكر وصار منظره ظريف فتخيل نفس العمليه عم نعملها هون كذا مره فاذا جبنا هذا الموديفاير
كبينا فوق هذا السبلاين. في عنا حيطان كويسة حبابين مسكرين already، في عنا حيطان بدون تصليح. فرح أزر الحيطان عن الشبابيك والكذا بتصميمي، بعرف انه هون في عندي شباك غرفة النوم، وهون في عندي خزن مثل ما بنقول بالحلبي، خزن يعني كلوزيت. حدا يكتب لي بالكومنتس شو يعني باللغة العربية الفصحى خزن. رح نمسح هدول. تمام، ها في شيء غلط هون. بيزيكلي ما لازم يكون هذا الشيب مع هذا الشيب، يعني شو جاب هذا لهاد؟ فما في مشكلة، نكبس رقم 2 نروح على سيجمنت بدل سبلاين ونمسك هذا السيجمنت كلياته ونمسحه. بعدين بنجي لهون، هون في عنا فيرتكس وحده بنمسحها، ما رح تأثر على السبلاين تبعنا، بس هون في عنا 2 فيرتكس. اذا مسحنا هاي هذا الخط رح يختفي بوم، لانه في عنا 2 فيرتكس، يعني هذا الخط من هون بيبدا هون بينتهي هون، وهذا نفس الشيء. وليك النقطة الصفراء كنا عم نحكي عنها بس مغطاي بالنقطة البيضة متخبية بس حسينا عليها. فنمسك هذا الشيء ونعطيه كمان ويلد. اذا مسحنا هاي الفيرتكس الخط هذا ما رح يختفي، وتبدل مكان النقطة الاولى نمبر 1 بيزيكلي. فيرتكس سبلاين 1، هذا السبلاين تبعنا اسمه سبلاين 1 وفيرتكس 1 سيلكتد. هلا هذا السبلاين هون بده تصليح، فنرجع اللاين هيك وبنشوف اوكي نقدر اما ندمجهم مع بعض او نقدر نشوف شو السرد. اذا مسكنا هذا الشيب وسحبناه لفوق لنشوف شو عم بيصير هون، ببين معنا انه هذا هون ما عندنا سبلاين، ما مسكر. anyway what can we do here، نمسك رقم 2 نكبس على رقم 2 نختار السيجمنت تبعنا، وهون عم نشوف انه في عندنا مشاكل. هون يفترض يكون في عندنا 2 vertices، بس ليكن ها اوكي في عندنا 2 vertices. لما مسكنا هاي الفيرتكس وسحبناها بين معنا انه هون في شيء غلط، معناته اوكي معناته هذا الشيب فينا نمسحه، بس هذا السيجمنت هون. بس اذا مسكناه وسحبناه في واحد هون اوريدي، فهون في اوفرلابينج، والاوفرلابينج بتري اس ماكس هي شغله ما منيحه. شو فينا نعمل هون ممكن تسال؟ فيكم بتري اس ماكس تحلوا المشاكل ب 50 طريقه ممكنه. فينا نمسك هذا السبلاين كلياته ونمسحه، بعدين نمسح هذا السبلاين ونمسح هذا السبلاين، بعدين رايت كليك كونكت نوصل هدول الشغلات مع بعض. احسن طريقه نوصل هدول جزئين مع بعض انه نعطيهم ديتاتش، ويفضل نرفعهم بس شوي لفوق عشان نقدر نشوف شو عم بيصير بهي المنطقه، ما هذا يخربطنا. رايت كليك كونكت كبسه، بعدين نسحب الماوس ونفلت الماوس لما بصير فوق النقطه اللي بدنا اياها، صار سبلاين. بعدين نمسك هذا الشيء، اذا عملنا اكسترود هلا مش الحال، ما مش الحال. لا ليش ما مش الحال؟ نكبس رقم 1 ونختار هدول النقاط كلياتهم وبنعطيهم ويلد، شكله في نقطة طايرة أو شيء. فهون في عنا 12 بنعطي ويلد. لما راح الرقم على الصفر هذا الشيء بيعني إنه ويلد اشتغل، فإذا هلا حطينا اكسترود مشي الحال. نايس، فهلا نمسك هذا السبلاين على الزد أكسس ونحطه هون. وحدة من الطرق الثانية اللي كنت عم بابع فيها إنه فينا نعمل شغلات ب 50 طريقة بماكس، رح أكبس كنترول زي على السريع ورجع كل شيء مثل ما كان. فينا كمان رايت كليك ريفاين، نكبس كبسه هون كبسه هون كبسه هون. تمام، بعدين نكبس رقم 2 نمسك هذا السبلاينات على السريع نمسحهم، نمسك هدول كمان نمسحهم، بعدين نكبس 1 عشان نرجع للفيرتكس مود، نعمل سناب لهي سناب لهي وسناب لهي، وهون شكله في تنتين. يب، هلا بنختار هذا السبلاين كلياته نرجع بنرفعه شوي عشان نسكرهم لهدول التنتين. شت سوري كونكت، بعدين نكبس رقم 1 لنختار كل هالفيرتسيز، بعدين نعطيهم ويلد. هون عنا 11 صاروا 9 ونسينا نحط هاي معه، فبنرجع هيك. هلا بنختار هدول الفيرتسيز كلياتهم وبنعطيهم ويلد. ولاحظوا اخترت فيرتسيز ما دخلهم. الفيرتسيز او النقاط، ما بعرف لازم نسمي هذا الرقم اسم بالعربي، فيرتسيز هدول اذا عملنا ويلد اخترنا هدول، اللي ما بينعملون ويلد ما بيعملون ويلد، فما تاكلوهم. اذا عملنا هلا ويلد هيك كون عندنا كل شيء طبيعي، وهذا بيضله سيبريتد عن هاد. تعلمنا شو نضيف سبلاينات، علينا قلبنا وكذا، والحياه حلوه وكل شيء رواق. بعد ما عملنا الحيطان رح اخفي اللاير اللي عندي القديم تبع الجدران، وانا اوريدي عملت جدران وسميتهم حتى. كيف بتسمي الجدران ممكن تسال؟ بوكس 1 بوكس 2 بوكس 3 بوكس 5، نمسكهم كلياتهم بنروح على التولز بنروح على رينيم اوبجكتس، وانا اعطيها شورت كات هو F2، بعدين بكبس مثلا هون S. بانريل انجن في شيء اسمه نيمينج كونفنشنز بنحكي عنهم بالتفصيل بس ندخل بانريل، بس S stands for static mesh، بعدين اندرسكور نمبرد بيس نمبر، صار عندك 1 2 3 4 اللي هدول 1 وهكذا.
هيك بنسميه، ما بعرف اذا ما فهمتوا شيء اكتبوا لي بالكومنتس، هوفلي ما اكون كتير سريع. تاني شغله عملناها بعد الحيطان جهزناهن، هذا الحيط اعطيته شوي ديتيلز اكثر لانه كان كونكريت من اسمنت، اعطيته هيك شوي تفاصيل هيك على الخفيف كتير لانه الحيطان بالعالم الحقيقي ما بتكون بيرفكت مثل هاد، فهذا الشيء بخلي مشروع تبعك نوعا ما حقيقي اكثر. نفس الشيء هاي الزاويه بالعاده اذا بتدوروا اذا بتشوفوا بالغرفه تبعتكم شوفوا زوايا الحيط او السقف او كذا بالعاده ما بيكونوا نفس هذا الحكي هون انه بيرفكت ايدج، لا بيكون فيها شوية تدويرة، هدول تفاصيل بيلعبوا كل فرق على فكرة. فهدول في منهم كتير موزعين بالمشروع بشكل عام، مثلا ان كان هون كمان الرفوف وهالقصص. فعملنا الحيطان، عملنا الرفوف، موديلينج الحيطان اسهل منه ما في، خلصنا الحيطان. تاني شي بعد الحيطان شو بنقدر نعمل، شو الشي الكبير بمشروعنا بنقدر نعمله من الليست الصغيرة اللي عملناها هون مع بعض، هي مثلا فلورز. والفلور ببساطة إذا جس خليني خبي السيلينج، هي عبارة عن بوكس جاي من أول من زاوية لزاوية، عملنا الفلورز. تاني شغلة بعد الفلورز عملت السكيرت بوردز اللي هنن هدول الوزرة منسميهم، تمام، وزعتها على طول البيت وين بدي إياها. بس تاني شغلة عملتها هي أكبر شغلة في البيت اللي هي الكيتشن. الكيتشن هو عبارة عن بوكسات مع بعض بقياسات الصح بالعالم الحقيقي كيف كان لازم تكون، فمثلا اذا بعرف ارتفاعه من هون لهون 85 سمتي وهيك، ما في شيء معقد هون. مطابخ موديلينج بعد الحيطان عملنا شبابيك والبواب، والشبابيك والبواب هن هدول الشغلات الظريفة. كمان هون في عنا باب سحاب مع جلاس ورا، هون في عنا غرفة النوم، هون في عنا هدول الشبابيك كله رواق. كمان again ما في شيء كتير معقد، اذا كبست كل شيء هلا دبل كليك على اللاير تبعنا بيختار كل شيء لنا، الت كيو بيعمل ايزوليت بعدين نختار الشباك، زد بيعمل فريم سيلكتد او زوم على الشيء سيلكتد، ليكو شباك فيه هدول التفاصيل كاي شباك موجود بالعالم الحقيقي تبعنا. وهذا الشيء كله راح اعطيكم اياه موجود بجمرود على السريع، كويك اعلان فاصل اعلاني. إذا رحتوا على جمرة وديحيا جاسم لكم الملف هاد المشروع، الحيطان البواب القصص بدون فرش كلاته موجود. تاني شغلة عملتها بعد ما درست الريفرنس تبعي وكذا شو أكبر شي بهاي الغرفة ما ضل ما عملته، هو التي في سيت هاي، فليكم نايس. بعدين ضل آخر شي السبوت لايتس وضو فوق هاد الحكي، فكمان وزعناهن وهيك بيكون خلصنا ال 3D model تبع البيت تبعنا. هلأ لازم نعمله انه نبعت هذا الحكي ل Unreal Engine، وبالدرس الجاي رح احكي لكم عن Unreal Engine Data Smith وشو هنن وكيف نبعت هذا الحكي ل Unreal Engine بكبسة زر. عملنا breakdown عن 3D modeling تبع هاي الشقة الصغيرة، كيف لقينا inspiration، كيف عملنا الحيطان، كيف علينا روحنا بتنظيف السبلاينز والقصص، ولا صار عنا مشروعنا الشبه final فينا نقول. خلونا نقول انه هذا هو الفاينل بروجكت تبعنا، رح نبعته على Unreal Engine حاليا. خلونا ما ناكل هم الفرش الموجود بالشقه لنبعت هذا الحكي مثل ما هو ل Unreal Engine ونتعلم الاضاءه والبيزكس تبعتها. هلا ممكن تسالوا سؤال كتير 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 مهم، يحيى شو هو Unreal Engine؟ Unreal Engine هو برنامج محرك العاب مجاني ومفتوح المصدر، وحرفيا من اقوى محركات الالعاب الموجوده في العالم. Epic Games عملوا عليه لعبه فورتنايت، ونعمل عليه كمان لعبة ببجي، اللعبة اللي كلاتكم أكيد تلعبوها، تشيكن دينر وينر هالقصص. البرنامج أو المحرك ما بنستعمله بس بالألعاب، نستعمله بالعمارة، تصميم المركبات والسيارات والنقل، نستعمله بالفيرشوال برودكشن، نستعمله بتقريبا بأي شيء ممكن يخطر لكم. حرفيا الليميتس لأي شيء ممكن تعملوه بأنريل إنجن هو المخيلة تبعتكم بس تتعلموا البرنامج. والبرنامج عم يكبر كل يوم، حطوه ايبيك مجانا من 5 سنين وشوي، ومن لما حطوه مجانا حياتي كلها تغيرت. نزلت المحرك وعملت عليه اول مشروع لألي اسمه ابارتمنت ان ازمير. بهذا المشروع مثل ما لكم شايفين عم بمشي بالابارتمنت بهي الشقة، وعم بعمل عم بقدر غير الماتيريالز، عم بقدر بتمشى وين ما بدي، شغل اضوية طفي اضوية. هذا الحكي كلياته معمول بانريل انجن، وهذا الحكي كلياته كان عم يشتغل على كمبيوتر قديم لالي ان ريل تايم. على فكرة ريل تايم هي اهم شيء، يعني ما في وقت رندر، يعني كل شيء عم نشوفه عم يترندر بارضه بلحظته،
تمام، هيك يعني ريل تايم. فلتتعلموا اكثر عن انريل انجن فوتوا لانريل انجن دوت كوم، اعملوا حساب اذا ما عندكم حساب اوريدي، ونزلوا ايبك جيمز لانشر او نزلوا الانجن بيزيكلي، اكتبوا جيت ستارتد ناو، كبسوا على كريترز لايسنس باعتبارنا كلاتنا كريترز. اذا انت شركه العاب او شركه عم تبيع منتجات كتير غاليه او قصص، بتمنى التوفيق والنجاح للكل. اذا انت عندك مشروع رح تعمل فيه اكثر من مليون دولار، لازم تكبس على الببلشنج لايسنس. فتعالوا نبلش من هون، بعدين نوصل لهون شوي شوي. كبوس على داونلود ناو، وداونلود ناو رح يسألك تعمل اكاونت. فبعد ما نعمل اكاونت وكل شيء رح ينزل ايبك جيمز لانشر، وايبك جيمز لانشر هيك منظره، بيفتح عندكم بالهوم في عنا هدول المنيوز على جنب، في عنا هدول، هلا نحكي عن هدول، سكر كل شيء. لما نكبس على الهوم بالستور فيكم تشتروا العاب، واول توتوريال عملتها كانوا حاطين جي تي اي عم بلاش، هلا في عنا سايبر بانك بس ما عم بلاش. بالجيمز بالستور هون فيكم تلاقوا فري جيمز، كل 14 يوم بيحطوكم العاب، في ميستري جيمز هلا جاي كريسمس نايس. باللايبرري فيكم تشوفوا الالعاب اللي انتو شارينها من ايبيك ستور، بالفريندز اذا عندكم فيكم تشوفوا رفقاتكم، وبانريل انجن هون الحكي كلياته بالزبده فينا نقول. اذا ما بدكم تشوفوا الالعاب نهائيا فيكم تروحوا على السيتنجز، هون بالسيتنجز بنروح هايد جيم لايبرري وبيطفوا الالعاب. بس انا زلمه بحب الالعاب فبليز خلوهم قدامي. بس هون عندنا الويكلي نيوز، عصيره الويكلي نيوز اذا فتحتوا ايبيك جيمز لانشر ريسنتلي ان ايبيك حطونا بالويكلي سبوتلايت. هون بالليرن تاب في عندكم مشاريع مجانية بتقدروا تنزلوها وتتعلموا مننا. بالماركت بلايس فيكم تشتروا كونتنت مشان تحطوا لمشاريعكم على السريع. توين موشن هو برنامج بيشبهه للوميون بس بحسه أزرف. واللايبري هون عندكم كل شيء انجنز منزلون على الكمبيوتر تبعكم، كل مشاريعكم موجودة، وتحت عندكم كل شيء اشتريتوه من ماركت بلايس. على فكرة نص هدول الشغلات عم بلاش. مهم let's go. بما يشتغل الانجن على السريع رح افرجيكم شغلة عن داتا سميث. فبداتا سميث بنروح لعمو جوجل وبنكتب بعمو جوجل داتا سميث، باول نتيجة انريل انجن داتا سميث. بنكبس هون داتا سميث، فيكن تقولوا هاي داتا سميث، هذا شيء يعني مو اورز، وفر علي اسابيع واشهر شغل. داتا سميث اول ما بلشنا انريل انجن من زمان كنا نبعت مشاريعنا، ممكن انك تبعت مشروعك من انريل انجن، سوري من اي برنامج 3D لانريل انجن، هذا الشيء كان ياخذ مننا ايام واسابيع بس عم نجهز المشروع ونظبط المشروع حتى نبعته. مع داتا سميث هذا الحكي صار تقريبا بكبسه زر، يعني بتوتوريال القديمه تبعتي قلت داتا سميث از لايك ماجيك، حطيت سبونج بوب. فعن جد اي ستيل مين ذس، داتا سميث بيشتغل مع تقريبا كل هالبرامج، بيشتغل مع كل هالبرامج وبيشتغل مع برامج اكثر، فيكم تشوفوا التفاصيل اكثر. لما بنكبس جيت البلاجينز نختار البرنامج عم تستعملوه، بحالتنا بدنا 3ds max exporter. لما بينزل البلاجين دبل كليك ومنعطيه next 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 وهالقصص كلياتها، بتختار basically تعطيه accept، بعدين تختار نسخ الماكس الموجودة عندك، وهاد حكي بتخيل بيتطبق على كل البرامج موجودة هون، ما بتخيلوا شي ما قعد عليكم. نفس الشي بتخيل لأبيك جيمز لانشر، ما بتخيل هاد شي صعب عليكم. اهم شي ما تنسوا تعملوا sign in، لانه هذا الشيء كلياته ما بيطلع اذا ما عملتوا ساين ان. بعد ما كبسنا لانش وبعد ما نزلنا الانجن وحطينا الانستليشن فولدر، رح فرجيكم هذا الشيء كمان هون على السريع. اخترتوا اللوكيشن وكذا وهالقصص. حجم البرنامج هي 20 جيجا، فبدكم تكونوا صبورين شوي، شغلوه بالليل هذا الحكي. بايبيك جيمز لانشر بعد ما تكبسوا على لانش تفتح هاي النافذه انريل بروجكت براوزر، وهون فيكم تكبسوا على واحد من ريسنت بروجكتس تبعتكم اي شيء عم تشتغلوا عليه. وبالنيو بروجكت كاتيجوريز فيكم تخيروا بين اربعه، اذا عم تعملوا العاب فيكم تضغطوا على هاي. وبجيمز على فكره في كتير تمبلتس ممكن نبلش منهم، خصوصا اذا بدكم تعملوا شيء الواقع الافتراضي او لعبه فيرست بيرسون اور ثيرد بيرسون، فيكم تبلشوا التمبلت من هون. فيكم تختاروا فيلم تلفزيون اند لايف ايفنتس، اذا عم تشتغلوا بالفيرتشوال برودكشن، بلاي على فكره بعثوا لي مسج حابب اتعرف عليكم. بحالتنا نرجع على الاركيتكتشر هلا، باوتوموتيف برودكت ديزاين اند مانيفاكتشرينج هون في عندكم مشاريع جاهزه فيها بلو برينتس ريدي لكم لتستعملوها بمشاريعكم. فيني وصيكم بالتالي انه تفوتوا بين هدول الكاتيجوريز كلياتهم وتختاروا شيء ممكن تشوفوه انترستينج وتسردوا فيه، لانه في شغلات كتير حلوه بشكل عام بكل هدول. هذا الفيلم تلفزيون وفيرتشوال برودكشن لازم تكونوا بتعرفوا شو عم بتعملوا. هلا الكل رح يروح لهون. تمام بحالتنا هلا لنختار شيء اسمه AEC. AEC stands for Architecture, Engineering and Construction.
والريزن الفرق بين هدول التمبلتس انه كل مشروع انريل انجن في سيتنجز مفعلينهم لنا او مطفينهم على حسب السيناريو اللي عم نستعمل المشروع فيه. بالعاده انا بحب اختار بلانك، نكبس على نيكست، بعدين نو ستارتر كونتنت وراي تريسينج ديسابلد. هلا هون عم يقلنا set location for your project، هون نحط وين بدنا يكون مشروعنا. بالعادة أنا بحفظ كل شيء على دروب بوكس، بعدين عندي مجلد فيه كل شيء شغل لقلي مشان كل شيء دايما نضله بالكلاود. تاني شيء لازم نعمله هون نكتب اسم البروجكت، فالبروجكت هون رح سميه سموه شو ما بدكم. اختاروا location، عطوا البروجكت اسم، بعدين عطوا post create project، تنتروا شيء 3 دقايق 4 دقايق حسب، بعدين بيفتح Unreal Engine. بحالتنا هون انا في عندي اوريدي بروجكت عامله من قبل، فرح افتح Epic Games Launcher، اسم البروجكت تبعي كلاس واحد، فرح نكبس كلاس واحد. والثمبنيل هون بتتغير على حسب وين كنا باخر المشروع. لما بنكون بمشروع معين وبنحفظ نكبس Ctrl S او Ctrl Shift S، Unreal Engine بياخد سكرين شوت من وين كنا اخر شيء، بعدين بيحفظها وبحطها ثمبنيل هون. هذا الشيء بيساعدكم تلاقوا مشاريعكم بسرعه بدون ما تقراوا شو مكتوب. هلا لما نكبس مشروع جديد ننطر دقيقه دقيقتين حسب. اوكي، اهلا وسهلا بانريل انجن. لما افتح انريل انجن اول مره اليوزر انترفيس تقريبا شكله هيك، كل فتره وفتره بيطوروه فما ترتابوا اذا تغير شيء. الشيء الوحيد لازم يكون مختلف بيناتنا انه هدول الفولدرات كلياتهم ما لازم يكونوا موجودين عندكم، عدا هذا الملف اللي هو مين ديفولت ماب لما نفتح انريل انجن اول مره، وملف خاص فيه فينا نتجاهله حاليا. مشان موضوع هاي توتوريال، مشان هدول الملفات ما يشتتونا، الكونتنت براوزر هون هذا التاب فينا نمسكه ونسحبه وين ما بدنا. فبحالتي هلا انا بالعاده حتى الكونتنت براوزر بحطه هون بال على اليسار، بس هلا رح شيله ورح سكره ونخلي اليوزر انترفيس مبدئيا عندنا هيك. واحدة من اكبر الفروق الموجوده بمشاريع انريل انجن المعماريه انه في عندنا شيء اسمه سن بوزيشنر الموجود باللايتس، وعندنا الداتا سميث. لنرجع للبيزكس، النافذة الكبيرة اللي عم نشوفها بالنص الـ 3D viewport تبعنا، فيكن تقولوا الشباك تبعنا أو النافذة للعوالم اللي عم نعملها بـ Unreal Engine، وهذا الشيء كلياته Unreal Engine هون اسمه Level Editor. لنتحرك جوا هذا العالم إذا كبسنا زر الماوس اليمين رح تختفي الماوس وصار فينا نطلع وين ما بدنا. فأنا هلا عم طلع يمين يسار فوق تحت حسب ما عم حرك الماوس. وإذا أنتوا تلعبوا فيديو جيمز ASDW هنن وين منروح بهذا العالم، وانا كابس زر الماوس. اوكي، فانا كابس زر الماوس وعم حركها هيك على اليمين شوي، وكابس A لحتى امشي على اليمين لنطلع لفوق، ونحن كابسين زر الماوس اليمين نكبس E وننزل لتحت نكبس Q. فهدول الزرار مع ASDW E و Q نقدر نتحرك بحرية بالعالم اللي عم نعمله جوا Unreal Engine. هذا الشيء مع شوية تدريب بصير كتير سهل عليكم. هلا اذا عملت سكرول بزر الماوس نزلته لتحت بصير حركة ابطأ بكتير، واذا سرعته بصير حركة اسرع. بهدول الزرار فينا نتحرك جوا الفيوبورت. هلا اذا نشيل ايدنا على الماوس وعلى الكيبورد ونكبس على زر الماوس اليسار، الكاميرا بتمشي لقدام ولورا هيك. اذا كبسنا زر الماوس النصاني الكاميرا بتعمل بان. هدول شورت كاتس كلياتهم رح احط لكم اياهم ملف PDF بالمستقبل، رح احط لكم لينك بالكومنتس تحت لما احط هذا الدوكيومنت مشان تقدروا تعرفوا هدول شورت كاتس وتتذكروهم بسهوله. تشيت شيت تاون سميه. هلا بالليفل اديتور تبعنا في عنا بانلز اللي هن هدول، وكان في من قبل تتذكروا بانل كونتنت براوزر هاي اللي سكرناها، فتعالوا نسكرها بنحكي عنها بعدين. فعنا اهم بانل اسمها بليس اكترز، وهي على اليسار هون فينا نضيف بيزك اكترز مثل كيوب مربع. بالنسبة للأضوية إذا كبسنا لايتس نسحب بوينت لايت أو سبوت لايت، جربوا اسحبوا شو ما بدكم، نحكي عنهم تفصيل أكتر كمان. والطريقة عم نضيف فيها أكترز بيزيكلي، بس عم نكبس بزر الماوس اليسار وعم نسحب، بعدين وين بدنا الأكتر عم نترك الماوس. بعدين في عنا الجيزمو هون XYZ بيشرح حاله بحاله، ف هذا البليس اكترز. وهون نضيف كل الاكترز نستعملهم اكتر شيء بانريل انجن. بالتوب بانل هون في عنا التول بار، والتول بار فيه اكتر شورت كاتس نستعملهم بالبرنامج، ان كان سيف او مودز. بنبدل مثلا بين سيلكت مود اللي هو هاد عم نكبس وعم يختار، تمام. في شيء تاني مثلا اسمه لاندسكيب مود، وهذا المود بنقدر نعمل فيه لاندسكيب. اذا كبسنا هيك كريت
بعد ما نعمل لاندسكيب بيتبدل التول بار هون على حسب المود المختارينه، فنشرح هدول الشغلات بالمستقبل. بس عم خبركم شو بتقدروا تعملوا بالانجن مشان تدخلوا وتخبصوا لحالكم. تمام، بدي اياكم تخبصوا وتتعلموا بدون معلم. فهي الايديتور مودز فينا نختارهم هون. في عنا الكونتنت براوزر سكرناه من شوي، فينا نلاقيه هون. في عنا السيتنجز، في عنا داتا سميث اللي هو البلاجين نزلناه تبع 3ds max بانريل انجن، نكبسهم حتى نعمل امبورت. ميجا سكانز ما لازم يكون عندكم لانه هذا كاستم بلاجين انا منزله، منغطيه لما نوصل على الماتيريالز. على اليمين في عنا الورد اوتلاينر، وهون بالورد اوتلاينر فينا نلاقي كل شيء اكترز او على فكره اي ماش هون، اي شيء بهذا العالم مشان نسهل لحالنا اسمه اكتر. تمام، فالماش هاي ان كان جيومتري او ان كان الاضوية هون او ان كان هاي الشغلات البرمجية تبعت البلاير ستارت وين يبلش اللعب لما نكبس بلاي، هدول الشغلات كلها هاتون اسمهم اكترز وفينا نلاقيهم بالورد اوتلاينر. فالورد اوتلاينر مثل لاير سيستم ب3ds max او الكوليكشن سيستم ببلندر او هالقصص. والديتيلز بانل هون هي فيكن تقولوا كونتكست سنسيتيف، يعني لما نكبس على اي شيء تتغير على حسب شو مختارين. فيها شغلات ما بتتغير وفيها شغلات تتغير على حسب نوع الاكتر المختارينه. فمثلا بحالة الستاتيك مش اول شيء منلاقيه ترانسفورم. بالترانسفورم بتشرح حالة بحالة، منبدل اللوكيشن والروتيشن والسكيل تبع الاوبجكت اللي قدامنا. تمام، الموبيليتي منغطيهم بعدين. ستاتيك مش هون مثلا فينا نختار هذا السهم ونبدل نوع الستاتيك مش وهكذا. فنفس الشيء لما بنختار ضوء فينا نبدل خصائص هذا الضوء. فمثلا هون بالشمس عم نبدل لاتيتود، او منقدر نبدل السولار تايم يكون تطلع الشمس بكير الساعة 6 الصبح. فديتيلز بانل هي هيك، هي شغلة للديتيلز بانل. تعالوا نرجع الضوء مثل ما كان. واذا انتبهتوا شلون رجعت الضوء، في الزر الاصفر هاد برجع اي فاليو بدلناه للفاليو الاساسي تبعه القديم. اخر بانل رح نحكي عنها هي البانل اللي كانت تحت. فتعوا نكبس على هذا الزر بتطلع هاي المنيو. هاي المنيو بالعاده بتكون عندكم هيك. فينا نبدل اليوزر انترفيس تبع انريل انجن على كيفنا. فمثلا اذا كبسنا هون على هاي المنيو ونزلناها لتحت، عم تلاحظوا ما عم بيصير شيء لانه بدنا لازم نكبس هون. فاذا كبسنا على هذا التاب سحبناه طلعنا الخطوط البيضاء هدول، وعم بيقول لك الكونتنت براوزر هذا بتقدر تحطه هون او هون او هون او هون. فبالعاده انا بحطه هون. والديفولت تبعه بيكون تحت. الكونتنت براوزر هو وين مشروعنا بيعيش. فمثلا كل شيء عم نشوفه بهي الليفل هون موجود بليفل اسمه مين، والليفل اللي اسمه مين هي ليك اوت. تمام، فاذا كبسنا هون دبل كليك على هي الليفل رح نعطيه دونت سيف، فتح الليفل من اول جديد والليفل تبعيتنا كهنا. البوكس هاد الفلور هاي بتعيش بمكان ما هون بهذا المشروع. اذا كبسنا كنترول بي اختصار هذا بيقول لك انه البوكس هذا موجود بانجن كونتنت بالماب تمبلتس، لانه هذا البوكس من الملفات الاساسيه تبعت انريل انجن. رح نرجع نطلع لفوق، وهون اذا انتبهتوا طلعت نوافذ، طلعوا فولدرات جداد اسمهم انجن كونتنت وانجن سي بلس بلس كلاسز. فهدول فيكن تطفوهن إذا كبستوا على View Options كمان وشو C++ Classes وشو Engine Content. هدول الفولدرات لازم ما يكونوا عندكن لهيك تذكروا، مشان هيك طفينا Content Browser لحتى ما يخربطنا. إذا كبسنا بزر اليمين على Content Browser فينا نضيف فولدرات جديدة، أو فينا نضيف Basic Assets مثل Material أو مرحلة Level. وإذا ما بتكون Basic Actor أو بتكون تضيفوا شغلات أكتر فيكن تلاقوا Create Advanced Asset، نحكي عن هدول بالمستقبل. البانلز فيكم تقولوا كلياتهم مثل ويب براوزر، يعني اذا فتحنا رايت كليك على السريع عملنا ماتيريال، هاي الماتيريال بدل ما تكون بنافذه لحالها فينا نمسكها من هون ونحطها جنبها. وحده من اكثر الشغلات حبه بانريل انجن انه نقدر نعمل كاستمايز اليوزر انترفيس على كيفنا. خلونا نقول انه انتم سكرتوا شغلات بالغلط وما بقى تعرفوا شلون تلاقوهم او وين تلاقوهم او كذا، يعني خلص خبصتوا كثير. تمام، اللي تقدروا تعملوه تروحوا على الويندو على load layout تختاروا من default layouts default editor layout، أو فيكن حتى تحفظوا layout بيناسبكن. ممكن يكون كذا حدا عم مستعمل جهاز، أو في عندك layout لل 3D modeling و layout لل cinematics. فرجعنا default layout وهذا هو default layout بانريل انجن. هلا شو لازم نعمل؟ لازم نعمل level جديدة create basic asset. فزر الماوس اليمين create basic asset تعالوا نعمل level.
وهي الليفل تعالوا نسميها my first level. اوكي دبل كليك على هاي الليفل عامل لك تعبي سيف ولا لا اللو لا. النجمة هاي انه هذا الاسيت موجود بس مانو محفوظ مانو مسيف. لنسيفه ممكن نكبس كنترول اس سيف كورنت بيحفظ الاسيت المختارينه فقط حاليا وكنترول شيفت اس بيحفظ كل شيء. فما بدنا النيو ماتيريال هاي اللي عملناها تعالوا نكبس ديليت ونمسحها وتعالوا نكبس كنترول اس. النجمة هون راحت وهذا الشيء بيعني انه اسيت هذا محفوظ سيف. هلا اذا بدنا نعمل شيء بهذا الاسيت خلونا نقول بدنا نضيف ضوء شمس اللي هو الدايركشنال لايت. ضفنا شمس رجعت طلعت النجمه لانه عملنا تغيير جوات هذا الاسيت وبالتالي اذا انقطعت الكهرباء او طفى الكمبيوتر او صار شيء الضوء اللي حطيناه هون رح يختفي. ولنحافظ على الضوء تبعنا كنترول اس عمل سيف على السريع. وهلا اذا انقطعت الكهرباء ما تخافوا لانه الضوء ما رح يروح. هلا تعالوا نرجع على 3 اس ماكس نصدر مشروعنا مشان نرجع لانريل انجن مره ثانيه. 3DS Max هون عنا مشروع جاهز عنا المشروع منظم مثل ما بدنا وعنا كل شيء مسمى مثل ما منحب. رح أعطيكم هذا الملف مشان نشوفه نحن هون بالشركة كيف بنسمي ملفاتنا وكيف نشتغل مع بعض كتيم. عنا هذا المشروع ولنفترض هذا المشروع هو أي مشروع الموجود عندكم بدنا نصدره لأنريل أنجن. من زمان كنا نكبس فايل Export Export ونكبس اسم المشروع. طبعا بديروا بالكم تعملوا هذا الشيء. كنا نحفظه FBX. بعد ما نحفظ المشروع ك FBX كنا نروح ل Unreal Engine وهون على Add Import نكبس على Import to Game ونعمل Locate للفايل تبعنا. وبالImport هون فينا نعمل Import تقريبا لكل أنواع الملفات. الطريقة الثانية والأسرع لنعمل فيها Export لمشاريعنا من 3ds Max ل Unreal أو تقريبا من أي برنامج ل Unreal هي DataSmith. فبعد ما تنزلوا DataSmith Exporter تكبسوا File Export كمان مرة تانية Export بدل ما نختار FBX بعدين نختار من التايب تبع الفايل DataSmith. واحدة من الطرق المستعملة عنا بالشركة انه في عنا فولدر بمكان ما برا اسمه DT يعني DataSmith underscore temp. هذا الفولدر كل فترة وفترة بنمسحه لانه هو عبارة عن فولدر مؤقت. جواته بنعمل مثلا فولدر جديد لنخلي الامور نوعا ما منظمة نسميه class 1 وclass 1 هون نسميه الاسم اللي نحبه. بعدين نعطي Unreal DataSmith بعدين نكبس save. DataSmith Exporter بيسألك سؤال بيقول لك هون شو بدك تبعت Visible Objects يعني كل شيء عم نشوفه بالسين ولا بس الشيء المختارينه Selection. وإذا عندك Animation مثل Animation كاميرات أو Animation لكاركترز أو أي شيء فينك تقول له بعت لي لا بس هذا الفريم اللي هو صفر مثلا أو بعت لي كل شيء. فبحالتنا ما في Animation فنختار Visible Objects و Current Frame Only نكبس OK. نستنى شوية صغيرة ل 3ds Max يعمل Export. وبالفاينل اكسبورت بيعطيك اوتبوت وورنينجز وهون عباره عن جنرال مسجز. هدول هن اخطاء بيقول لك مثلا المش هاي او الاوبجكت هاي ما فيها UVs او فيها شغلات. بحالتنا هاي باول درس خلونا نتجاهل كل رسائل الاخطاء هاي عشان تكون حياتنا اسهل ويكون درس ما له كثير ممل. بعد ما عملنا اكسبورت لمشروعنا من 3ds Max بنرجع لانريل انجن بنكبس على DataSmith ومنروح وين عملنا export. بحالتنا كانت dt temp في عنا فولدر اسمه class 1 وجوات class 1 في ملف اسمه class1.datasmith. نكبس open وبيقول لك وين بدك تحفظ المشروع تبعك. مثل ما لكم ملاحظين نوعا ما في عنا ترتيب هون. فبالعاده بحفظ مشاريعي ملفات datasmith كلها حسب المشروع. اول شيء في عندي فولدر اسمه projects بعدين جوا projects في عندي project بعدين في عندي datasmith فايل وهون بحفظ كل شيء datasmith فايلات. فتعالوا نعمل شيء بيشبه هذا الشيء بس للكلاس 1 تبعنا. فتعالوا نعمل فولدر جديد نسميه underscore 0 project تمام وجوا project نسمي شيء اسمه وجوا هذا الفولدر نكبس اوكي. وهلا بيقول لك DataSmith لشو بدك تعمل import بالبروسيس. بدك geometry والماتيريالز واللايتس والكاميرا والانيميشن ولا بدك بس geometry مثلا. بحالتنا هاي خلونا نختار geometry بس لنخلي امورنا بسيطة. وبالستاتيك مش اوبشنز رح نحكي عن الاضاءة بعدين اكتر بس مبدئيا كمان خلونا نبدل الماكس لايت ماب ريزولوشن من 512 ل 64 وخلي كل شيء تاني مثل ما هو. تكبس امبورت ومنستنى شوي. هلا الابارتمنت تبعتنا صارت جوا انريل انجن وفيكم تشوفوا كيف الورد اوتلاينر هون تغير. صار في عنا اكتر جديد هون اسمه كلاس 1 وجوا كلاس 1 في كل شيء ستاتيك ميشز صدرناهم من 3ds Max. اوكي هلا خلونا نمسح الدايركشنال لايت اللي حطيناه
ونضيف بداله شيء اسمه Sun and Sky اللي موجود من Lights من Place Actors. Sun and Sky إذا ما هو موجود عندك تروح على Settings على Plugins على Built-in وتكتب هون Sun Position Calculator تعطيه Enable وتعمل Restart لأنريل Engine. بعدين إذا رحت على Lights بيطلع عندك هاد نمسكه ونسحبه. هلأ ضاف أوتوماتيكلي لقلنا Unreal Engine كذا Asset وفر علينا وقت مثل فيكم تقولوا، فبدل ما نضيف Sky Light و Directional Light و Sky Atmosphere اللي هن موجودين هون Unreal Engine ضافهم لقلنا وضاف كمان Compass مشان نعرف منين النورث والإيست والويست، حتى ضاف لنا شوية شغلات مثلا Location Latitude و Longitude و Time Zone. فينا نروح على جوجل ونكتب Berlin Latitude and Longitude Coordinates بيقول لك هون الN يعني والE هو Longitude. بعدين لما نحط Time Zone لصح الشمس إذا بنقدر نشوفها بالشهر الفلاني اليوم الفلاني الساعة واحدة هون موقع بيكون بالعالم الحقيقي، ونفس الشيء هون لحتى نقدر نجيب أكبر قدر من الواقعية ممكن بمشاريعنا، خصوصا إذا مشروعكم مثلا مشروع بالعالم الحقيقي وبتكون الإضاءة تكون واقعية قدر الإمكان. تمام؟ فإذا كانت هاي الشقة ببرلين واتجاه شبابيكا هيك الساعة واحدة هون بيكون الشمس، هيك بيكون منظر الشمس. تمام؟ فهذا الشيء لازم نعرفه. في شيء حكينا عنه من قبل اللي هو الموبيليتي. موبيليتي بيزيكلي اللي هي الفرق بين مشهد ستاتيك يعني رح نعمل له بيلد لايت وبين كومبليتلي دايناميك. اذا كبسنا على الشمس هون ورحنا على الدايركشنال لايت، بالدايركشنال لايت هون رحنا على الموبيليتي بتاون بدلا من موفبل لستاشنري او ستاتيك، ومنغطي هدول الشغلات كمان بالتفصيل اكتر. اذا ما بدكم تصبروا لتوتوريالز جايات لحتى تعرفوا شو الفرق بين ستاتيك وموفبل رح حط لكم لينك بالدسكريبشن للاوفيشال دوكيومنتيشن تبع انريل انجن لتتعلموا عنهم اكتر. Light Intensity حاليا محطوطة 75,000 لوكس، وهي فيكن تقولوا القيمة الحقيقية للشمس بالعالم الحقيقي، هيك بتكون قيمة الفيزيكال تبعيتها. هلأ رح بدل هذا الرقم من 75,000 لعشرة. ليش رقم عشرة؟ لأنه لما نسحب Directional Light قيمة الطبيعية تبعيته بتكون رقم عشرة، لهذا السبب اخترت رقم عشرة. كل هالقيم اللي عم بدلها رح تنفهم أكتر ونحن عم نمشي بالدروس تبعيتنا. أكتر شي بقدر بنصحكم فيه إنه تفوتوا على الانجن وتبدلوا اي شيء بيخطر على بالكم وتشوفوا شو عم بيصير وتسجلوا النتائج اللي عم بيصير معكم. تمام، هلا انا بدي الشمس تدخل لجوات هذا البيت، فابسط شيء فيني بعمله هلا رح نلغي القيم الحقيقيه هون. الشمس ما رح تكون ببرلين مره ثانيه لانه رح نعمل نورث اوفست. تخيل واحد عم يمسك الكره الارضيه وعم يدورها، هذا اكزاكتلي الشيء اللي عم نعمله هون. فالنورث اوفست بدلناه شوي، صار في عنا شويه شمس جوا هذا البيت. جميل هذا الحكي. بدلنا الشمس من موفبل لستاتيك، خلونا نبدل كمان السكاي لايت من موفبل لستاتيك. هلا صار كتير عتمه جوا لانه لنعمل شيء اسمه بيلد لايت، فبنكبس على بيلد على السهم هذا ونكبس بيلد لايتنج اونلي، وبنستنى انريل انجن ليعمل رندر لهي السين ليعمل شيء اسمه لايت بيك. والتكنيكال تيرمز هذول كمان رح نشرحهم بعمق اكثر شوي شوي عشان ما ندخل بالتفاصيل المملة. رح تطلع لنا رسالة خطأ بالأغلب الأحيان، إذا خصوصا إذا ما لنا عاملين Unwrap للمشيز تبعتنا، بس again نحن هلأ بكبسة زر بعتنا مشروعنا من 3ds Max لأنريل Engine، فخلونا نتجاهل كل شيء أخطأ. هلأ الشيء الوحيد اللي لاحظتوه بعد ما عملنا بيك، تقريبا المشهد ضل مثل ما هو لما كان دايناميك. الفرق الوحيد أنه هلأ التكستشر صار جوات المش، يعني Unreal Engine عمل شيء اسمه Light Map وحفظة جوات هاي الأوبجكت. ما بعرف إذا هذا أحسن شرح موجود حاليا باللغة العربية عن هذا الشيء، بس بوعدكم بالدروس الجاي نشرحهم أكتر. هلأ Ray Tracing شغال، وRay Tracing لهذا الفيديو ما نو منيح. لنطفي Ray Tracing بأنريل أنجن رح أعرفكم على شيء جديد اسمه Post Process. وغير Ray Tracing هدول الشغلات اللي عم نشوفهم هون، في شيء كتير مزعج اللي هو هذا الفلير اللي عم نشوفه، وين في ضوء قوي عم يطلع قدامنا هون بالمشهد، Lens Flare. فالبوست بروسيس جوات انريل انجن هو فيكم تقولوا مثل فوتوشوب بلا انريل انجن على حسب شو عم نشوف. فمثلا بليس اكترز هون نكتب بوست بروسيس فوليوم، او بس بكفي تكتب بوست وراح يلاقي لك كل شيء ببلش بكلمه بوست، نمسكه ونسحبه.
ناكل post process volume تبعنا ونضاف عنا هون على word outliner. هلا هون بال details panel ننزل لتحت ومندور على شيء اسمه post process volume settings ومن infinite extent unbound نعطيه اوكي. ما تغير شيء لانه لازم نبدل شيء من الاعدادات. على lens flare جوا lens settings ونختار من intensity من بدله من 1 لصفر اختفوا lens flares. هلا اذا طفيت الانفينيت رجعته مثل ما كان مع انه ما هذا الرقم لساته صفر. اذا طفيت الانفينيت رجعته مثل ما كان مع انه هذا الرقم لساته صفر. هذول رجعوا طلعوا بخلقتنا. بتعرفوا ليش؟ لانه لازم نكون جوات هذا الفوليوم جوات هذا المربع. شايفين كيف الترانزيشن جواته براته؟ رح اعطيكم مثال افضل. فممكن بدل كروماتيك ابريشن رح حطه رقم مجنون مثل 5 مثلا. تمام هيك بيعملوا افكتات الالعاب على فكره. اذا مثلا حدا ضربك طلع بوش الشاشه احمر او شيء او هل هو هاي الافكتات اللي بتصير. فهيك برا البوست بروسيس فوليوم تبعنا وهون جواته. تمام فهي الكونسبت البيزك فهمنا. تعالوا نرجع هذا السيتنج مثل ما كان على الصفر ونطفيه كمان وبعدين نروح لتحت ونرجع نفعل هذا الاوبشن مشان يكون انفينيت مشان وين ما كنا بهذا العالم اللي عم نعمله يكون هذا الاوبشنز اللي رح نفعلهم هون شغالين. تاني شيء بدي طفيه هو الري تريسينج. فمنجي لهون على الريندرينج فيوتشرز بالبوست بروسيس فوليوم تبعنا ننزل للري تريسينج جلوبال الومينيشن متاكد انه مطفى. تاني شيء لازم نعمله نروح لريفليكشنز ومن تايب نحطه من ري تريسينج لسكرين سبيس. ونفس الشيء الامبيانت اكلوجن مندور على ري تريسينج امبيانت اكلوجن وكمان نعطيه ديسابل. والجلوبال الومينيشن كمان نعطيه ديسابل بس فور سم ريزن هلا في بج شكله. الجلوبال الومينيشن شكله شغال هون مثل ما عم نشوفوا هدول الشغلات اللي عم يطفوا ويشغلوا. انريل انجن مقرر انه ما يطفي الجلوبال الومينيشن. كان في طريقه ثانيه لهذا الشيء. بالنسبه لهذا الدرس اذا عم يصير معكم هاد البجز او هدول الشغلات وجعكم راسكم ما عم تعرفوا شو لازم تعملوا مثلي هلا نقدر نعمله انه نروح على السيتنجز على البروجكت سيتنجز وبالسيرش ديتيلز نكبس هون ray tracing ومنطفي نهائيا من هون مشان ما نتعامل معهم البوست بروسيس. رح يسألنا Unreal Engine إذا بدنا نعمل restart أو لا. نعطي restart بدلك ده تحفظ كل شيء عملته من شوي. بنقول له yes. نستنى Unreal Engine يعمل restart. بياخد وقته الغالي فعمل لك كاسة شاي فنجان قهوة كاسة مي stay hydrated. أهلا وسهلا ويلكم باك. إذا وصلتوا بالفيديو لهون شكرا كتير لكم. بالدرس الجاي رح نحكي أكثر عن الإضاءة وين ممكن نلاقي الأسيتس تبعتنا ورح نتعلم أكثر عن الماتيريالز. لا تنسوا تعملوا لايك وشير. نسيت لكم إذا بدكم تطبوا معنا شو عم تتعلموا فيكم تروحوا على الستور تبعنا على جامرود وتنزلوا الشقة موجودة هون. جامرود هو وحدة من الطرق المستعملة لحتى ندعم قناتنا ونعمل فيديوهات تعليمية أكثر. فإذا عن جد بدكم تدعمونا فيكم على الأقل تعملوا لايك وشير أو فيكم تعملوا بري أوردر للكلاس الجديد تبعنا. شكرا لكم وبشوفكم قريبا. باي باي.